هلو، أهلا وسهلا children، أهلا وسهلا بحبايب الأطفال، and welcome to our new lesson. درس جديد، أفراد العائلة، أفراد عائلتي، my family members، أفراد عائلتي. هيا نبدأ، جاهزين معي؟ رح نحول اللي تعلمناه في الدرس السابق اللي هو عائلتي إلى عائلتي. تعلمنا family، عائلة، لنحكي عائلتي منضيف my. أب، لنحكي أبي، نحكي my father. Father، أب، my. أم، mother، لنحكي أمي، my mother. My mother. أخ، اللي هو brother، أخي، my brother. لاحظتوا my منضيفها على كل كلمة. أخت، اللي هي sister، my sister، أختي، my sister. جد، grandfather، my grandfather، جدي. جدتي، grandmother، my grandmother، جدتي، جدتي، my grandmother. عم، uncle، عمي، my uncle، my uncle. عمتي بيصير my aunt، my aunt. خال، برضو uncle or maternal uncle. خالي، my uncle، my uncle. خالتي، my maternal aunt، my aunt، my aunt. شاهدوا الحلقات السابقة لتعلم أفراد العائلة، أضيفوا إلها my بتصير أفراد عائلتي. شكرا لمشاهدتكم.